فهم صباح النور سامي بنور. مرحبا بكم في صباح النور، هذه ساعتنا الثانية. مرحبا بكل مستمعينا. باش نمشيو لنصيحة اليوم كما كل يوم مع الأطباء المختصين. اليوم معنا سيلياس كريشان. مرحبا بك سيلياس. مرحبا بك. دونك سيلياس مرحبا بك، اخصائي. شكرا لك. مرحبا، اخصائي جراحه المسالك البوليه. بون، هالاختصاص اللي يشمل الكلى كذلك والمشاكل نتاع الكلى. بالنسبة للاختصاص نتاعنا المسالك البولية يشمل خاصة معناتها كل ما هو حشر في الكلى وكل ما هو مشاكل في البروستات، مشاكل الكلى كما قلنا. لا مش مشاكل الكلى، اختصاص آخر. فوالا اختصاص آخر، دونك سورتو اللي نعبروا عليه بالعامية الأحجار في الكلى. اكزاكتومون. شنو هو الأحجار في الكلى هذا؟ منين يجي؟ والله الحقيقة هو علميا ما بصفة عامة ما ثماش سبب معين يخلي الإنسان يمرض بالحجر في الكلاوي، لكن الأسباب معناتها دون لا ماجوريتي دي كا الأسباب نتاعنا هي ثم الأسباب الوراثية، معناتها ثم دي فامي كي فون دي ليتياز بلوس كو دوتر فامي. مش معناتها إنسان في الفامي عنده شكون عنده حجر هو سيستماتيك ما باش يمرض، مي عنده ريسك أكثر باش يمرض بالحجر. والحاجة الثانية مهمة جدا هي هو الريجيم أليمونتير. كل ما يكون رجيم أليمونتير ديزيكيليبري كل ما يكون إنسان معرض باش يمرض بالحجر. وثم تو بحوث عملت بينوا إنه الحاجات اللي تسبب في السمنه، في الشحم في الدم، في ضغط الدم، في هما بيدهم ينجموا يتسببوا في مشكل الحجر في الكلاوي. دونك ثم علاقه بين الحجر وبين هذوما لي مالادي كرونيك، لي مالادي في رمضان اكثر ربما الناس يتحير عليهم حاجات كيما هكايا. والله جوست ما باش نقول هو بالنسبه لرمضان علاش يكثروا لي كريز نتاع الكلاوي، معناتها لي كريز دو كوليك نيفريتيك. اون فيت هو الحجره ما تتكونش في رمضان. أي. الحجره دونك تتكون سور دي موا ولا دي زاني، تبدا موجوده قبل رمضان. لكن اللي يصير في رمضان انه لانه كميه الماء تنقص وكميه نتاع البوله اوتوماتيك ما باش تنقص، دونك لو ريسك انه الحجره تخرج من الكلوه يكبر. دونك هكا على ساعات الايامات الاولى المريض يصوم الايامات الاولى تجيه كريز نتاع الكلاوي، مش خاطر الحجره تكونت وقتها. اي دونك الحجره تكونت من قبل، لكن في شنو اللي صار في رمضان انه المود دو في هذاك اللي تبدل دونك يصعب داير اكثر اوقات يكونوا يكثروا فيهم لي كوليك نيفريتيك. مش كان شي رمضان، ثم رمضان والصيف. الصيف خاطر كميه كبيره من الماء يشربوها تمشي في العرق، دونك الكميه نتاع البوله تنقص. ستاتيستيكمون بارلون في رمضان والصيف يكثروا لي كوليك نيفريتيك. كأن ناخذوا معناها هكا باستسهال شرب الماء. شرب الماء اللي بالنسبة لنا اللي الأطباء معناها في الاختصاصات القريبة من هذا ديما أنه ينبه أنه شرب الماء لازم يكون كمية كافية. أكيد هو شرب الماء أكيد بكمية كافية على طول العام، ما فيش حتى كلام. في رمضان معناها فما ساعات أنه البدن يقبل شيء. هو بصفة عامة المريض ماذا بيه في الكتب الدنيا باردة ماذا بيه ما تخطي رمضان يكون يشرب إترا ونص في اليوم. داكوردو إترا ونص في اليوم تكفي. في تبدا في السيزون شود في الصيف كل شيء ماذا بيه اكثر من لتر ونص، معناتها يلزمو يشرب كميه كافيه، لكن ما يلزموش يشرب كميه بكيفيه انه يوصل 3-4 لترات تولي يقلق. اي بالسيورة طبعا. دونك ما لا يفرط ولا يفرط، فهمت؟ ثم حاجه اخرى بربي مساج حاب نقوله بالنسبه للحجر في الكلاوي، راهو احنا ما عمرنا نطلبوا من المرضى باش يشربوا ماء معدني باش ما عادش يمرضوا بالحجر. راهو سكي امبورتون سي لا كونتيتي دو سي با لا كاليتي، معناتها يشرب ماء معدني ولا ماء سباله ولا ماء ماجل ولا ماء بير سي لا ميم شوز. راهو اللي بيه الفايده سي لا كونتيتي سي با لا كاليتي. بالعكس ممكن حتى ثم ما سباله ولا حاجه تنجم تلقى فيه دي زيليمون اللي ماهوش موجودين في الماء المعدني. يعني نوعيه الماء ماهيش دونك نوعيه سي او شوا دو مالاد باش تقول له داير. ثم برشا مرضى ما يشربوا كانش الماء المعدني وسوفون يمرضوا بالحجر. دونك بون سي او شوا دو مالاد، يحب يشرب اللي يحب، لكن المساج اللي يلزمو يفهمه المريض انه راهو سو كي امبورتون سي لا كونتيتي سي با لا كاليتي دو تو. واضح. الحجر في الكلاوي زاد معناه في حاله انه الانسان معناه مرض بحاجه كيما هكايا، فما بعد انه طريقه التخلص من الحجر هذايا بطرق مختلفه. والله الطريقه حسب الشخص. الطريقه انت والحجم نتاع الحصوه هذه اهم 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 حاجه. في اغلب الاحيان الحصوه معناتها تخرج وحدها بالدواء يعني ولا حتى وحدها. دونك عادة كي تبدا الحجرة أقل من 5-6 ملم ثم أمل 80% أنها تهبط بالعلاج. أي. كل ما يكبر الحصوة كل ما يكون الإمكانية أنه تهبط الحصوة بالدواء تنقص. دونك وقتها يلزمنا نلتجيو لطرق أخرى. عادة زوز طرق اللي نستعملوهم في أغلب الأحيان هما تفتيت الحصى بالأشعة. أي. وإلا المنظر. الجراحة تو بالتطور التقني وكل شيء أقل برشا معناتها. الأكثرية يا إما التفتيت يا إما المنظر. هما زوز طرق
في اغلب الاحيان يلتجئوا لهم ويخلونا معناتها نعالجوا الحصوه. فهمت كيف يا جماعه؟ واضح. شكرا ليك دكتور الياس كريشين، باش تكمل مع زميلتنا هاجر حنيشي على فيتشي اف ام. شكرا على كل هذه التوضيحات. تنجموا تتصلوا بيان سور مع زميلتنا هاجر في تويتشي اف ام على 31380000 وتسالوا الدكتور الياس كريشين على الحاجات اللي تهم الاختصاص هذا، الحجار في الكلاوي ورمضان وسورتو معنى الغجيم اليمنتير نتاعنا اللي يتبدل عند بعض الناس يقلق. شكرا ليك، كانت هذه نصيحة اليوم. حتى لا ننسى. شكرا أمين، هذا العنوان متاع حتى لا ننسى، الفقرة متاعنا اللي كل يوم نحكيه على شخصيات ولدت أو توفيت في مثل هذا اليوم. باش نحكيو على اليوم 12 أفريل، توفي في مثل هذا اليوم من سنة 1968 محمد بن عبد العزيز العقربي، فنان مسرحي وموسيقي يعتبر أحد العلامات الرائدة في المسرح التونسي، وولد بتونس العاصمة. توفي في حادث مرور بليبيا سنة 68، انخرط في كورال تونس بإشراف دوشان، ثم انضم سنة 19 إلى فرقة الشهامة العربية، وفي سنة 27 التحق بالمستقبل التمثيلي. في 1930 سجل عدد من القصائد والموشحات والأناشيد على استوانة لإذاعة برلين ولفائدة شركة بيدافون، وعندما تأسس الاتحاد المسرحي 36 تولى إدارته الفنية، ثم انقطع نشاطه المسرحي والموسيقي لثماني سنوات قضاها موظف في باجة، بعد التحق بالإذاعة 43 في الفرقة المسرحية التابعة للرابطة الفرنسية مع حسن الزمرلي والهادي العبيدي والزهرة فايزة. من 45-48 أشرف على القسم العربي لإذاعة باريس، ثم التحق بفرقة بلدي تونس للمخرج مساعد للمخرج زكي طليمات، ثم مخرج ومدير فني خلفا له من 56-60، وكان له الفضل في تكوين المسرحيين وإخراج عديد المسرحيات. 65 انتدب لإدارة معهد المسرح والموسيقى بطرابلس، وتوفي 12 أفريل من سنة 68 إثر حادث مرور. كان ممثل قدير بطاقة صوتية عظيمة ومخرج ناجح عنده رؤية متطورة مركزة على الممثل، ومؤسس للمسرح التونسي الحديث خاصة منذ الاستقلال. كذلك من مواليد هذا اليوم فتحي زهير، سياسي ومسؤول رياضي تونسي، تولد في 12 أفريل 1917، توفي في 24 نوفمبر 84. نشأ في عائلة عريقة من أثرياء مدينة تونس، تتكون أساسا من حرفيين، وبعد ما كمل الدراسة في الصدقية التحق في كلية بكلية الحقوق بتولوز، وتحصل على الإجازة في الحقوق، ولا محامي عام 40، وترافع أمام المحاكم العسكرية الفرنسية في عدة قضايا سياسية هامة. تزوج فتحي زهير حفيدة محمد منصف بي، وكان أحد أعلام الحركة الوطنية التونسية قبل الاستقلال، وناشط في الحزب الحر الدستوري منذ سنة 46، وشارك في التوقيع على الاستقلال الداخلي لتونس على فرنسا، وذلك سنة 55 بباريس. عين في منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة طاهر بن عمار، وبعد الاستقلال خدم سفير في المغرب والاتحاد السوفيتي سابقا، وانتخب نائب في المجلس القومي التأسيسي وعضو للمكتب السياسي الموسع للحزب الاشتراكي الدستوري، وعين في 64 في منصب وزير الصحة العمومية في حكومة الحبيب بورقيبة الثانية، و66 أصبح مدير البروتوكول الرئاسي أي مدير التشريفات. كذلك انتخب نائب مجلس الأمة سنة 69 وعميد المحامين في 75، وبقي في المنصب حتى 77. انضم لنادي الترجي ليلعب في صفوفه كحارس مرمى، ولعب في فريق الأواسط مع احتياطي الفريق الرسمي الأكابر، ولكن ما ننجمش ينافس العروسي التسوري، انتقل بعد لمدة قصيرة إلى النادي الإفريقي كحارس مرمى أيضا. كان عضو في الجامعة التونسية لكرة القدم قبل أن يترأسها سنة 71، كان رئيس النادي الإفريقي كذلك ما بين 67 و70، وفاز النادي مرتين بكأس تونس تحت رئاسته. هذا كان فتحي زهير. يلا نمشي الفاصل ونرجع لكم.
تدعم المقدرة الشرائية للعائلة التونسية بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك. شهية تقدم لكم بوان مارشي. لو بوان مارشي كما كل يوم مع صديقنا محمد علي الفرشيشي. مرحبا بك سي محمد علي. مرحبا بك ثاني وتحية لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا على موجات اي اس ام احلى راديو. احنا جينا للثانية وبقدر ما هي غنية بالاسماء المعروفة لكان بقدر ما هو المرشي بتاعها في حاجة إلى مراجعة، لأنه المرشي قاعد أغلبه قاعد برا. وذاك علاش احنا كنا باش نبداو من برا، كنا باش نبداو من حانوت حجام. حانوت حجام هذايا عندها تاريخ، لأن حانوت حجام اللي كان يخدم فيها محمد الجبالي الفنان الكبير محمد الجبالي كان لهنا. هذه حومة ولاد الرويتي لهنا لكان، ولا حومة بشير زرق العيون. لكن الاسم اللي أنا نحب نحييه ونترحم عليه اللي كان عارفي في جريدة البطل في محمد منصف المؤزم الله يرحمه، هو ولد الصحافة، ولد الصحافة وكان معناها في الإذاعة الوطنية وكان مدير جريدة البطل وغيرها من الإذاعة الله يرحمه. ربي يرحمه سي محمد منصف المؤزم اللي هذه حوم هنا على اللوتورود. احنا دخلنا لوسط المرشي كما قلت، كنت نسمي في بعض الأسماء لكن لهنا وسط المرشي هكتو معناها الخدمة معناها قليلة، يعني تقريبا قديش من خزار لهنا؟ خمسة ستة. الانتساب الفوزوي البرة. الانتساب الفوزوي يقول لي البرة. اي صبري يخوز ديمك البلاي. اي هو راهو هذايا الظاهرة هذه سي محمد علي تو لاحظناها في عديد المرشيات. كل المرشيات. اي كل المرشيات. مش حاجة تبهت شوية. يعني والله ايش نقول لك، انا ما عنديش تو كان معايا بهاء المؤذن ولد منصف المؤذن ولد الحمر يقول لي راه قداش مره يدخلوهم ما يقعدوش يخرجوا ما يتقاربيت. السلام عليكم. شنو الشبرات هذيا؟ اي قداش لهم هذيا؟ 9 و8. تنجح بريك بالشبرات. على السلامه لله. اهلا بيك. هاني بحذاك، هاني بحذاك. مالكينا الروس. ما هو كي تحب تراني انت حط يا فام. نعرف. راديو يا فام. ميتين. يلا. عندك برشا جمهور تبارك الله سي محمد علي. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله العرض كما يقولوا في تونس يكون نظيف مع العباد، وهذا اللي يخلي الناس تتساءل معك. يجي نشوف منا صبري باش نقول لك الجاي. هو فما معناها بارتي ديال الاسماك هوني يقول لي الاسماك يجيو كان سبت واحد دكا. اوكي. لانه كي قلت لك المرشي ما يخدمش. قداه الدقله هذي؟ 9 دينارات. الشاميه هاكا ب3 دينارات. اي. والحلو اللي بلاش قلوب ب3 دينارات. والخضر سي محمد علي. انا كنا نشوفه انا زاد باقي ماشيين للخضر. شفت الطماطم 2480، هذه الجلبانه ب 4000. 4200. اي ب 4345 معناها منقصين 100. الله يعينك. اي. اهلا بيك. البصل دينار و300، الطماطم ب 2400 ولا 2050؟ منقصين 80 فرنك. غالي ولا مش غالي؟ غالية. طبعا اسيدي ب19 لهنا، يعني عاملين رميز على الاسوام الكل. العباد تعبه هاي المراه تو تقول لي راهي غاليه. اكيد اكيد. ثم كباره ولا مثل كباره؟ انا نتقد شنو هي نكتبوا بعد نطبروا شنو الحاجه اللي انا في بالي. سامع فيك باش تعطيني دباره هكا ربي شنو باش تشري هي ساعه؟ لا لا قاعده تقضيها شويه بصل شويه كذا. ما انت الخضره هذه بدينار 900 مليم والبصل ب 1300. هاي البصل بدينار و 300 مليم. هيك اخويا البلاكه نتاعها باقي نمشيو. حاج قداش في الناري يا حاج يا بيك؟ دينار و 100 الكيلو. الكيلو بدينار و 200 لهنا. ليه؟ واضح. حاولوا بسل هوني بدينار و800 خلينا نشوفوا الدجاج البطاطس كيفاش حاج. الحاج ارخص واحد. قالوا هاي باهي. قلت لكم ولاده هو خلينا نذكروا. حتى
حتى توفيقك كان اليوم ما نصدقش. توفيق اليوم ما خدمش. اليوم ما خدمش. علاش؟ واحد وأرخص واحد هذايا. هذايا فوق البرك كل. لا ما خدمش اليوم. اليوم ما خدمش. ما تعملش مشاكل بيناتهم سي محمد علي، أرخص واحد وأغلى واحد. لا مثال هي المرأة. الدجاج ب 8700 مليم لهنا. والإسكالوب في فولي هذايا. وقتها باش نزيد نلقى المرشي معمر ومريقل والعباد بالصف كلام فيه انا سالا ربي زريع على السلام. هاكا استعار شويه كلامك. شكرا لي. الكل الكلمه هذه استعاروها توا في كل بلاصه تقريبا قاعده تتقال يعني. العقبه العقبه للمواد تتسعر في كل بلاصه وتولي موحده معناها اسوامها هي بيتها. والله سعيد برشا سعيد برشا زرب كله صعب جدا معناها. شكرا ليك سي محمد علي. شكرا سامي. احنا كان هذا غدوة بإذن الله. ان شاء الله كان هذا البوان مارشي مع سي محمد علي فرشيشي مباشرة من مارشي لاكانيا. شهية قدمت لكم بوان مارشي بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك. شهية احنا البنا. كل على كيفك. موعدنا اليومي مع الدبارات مع صديقتنا سندة اللي هي حاضرة. خلنا نسمعوها. مرحبا يا سندة. مرحبا يا سامي. في فورما؟ اي سبا. نعطيك الرسالة تاع اليوم شنو هي؟ نسألك؟ اي نسألك. باش نسألك على الرسالة بتاعك الميني تاخت هذيا. ميني تاخت بوم دو تير معناها ميني تارت بالبطاطا. هي حاجة بون ممكن الفاخس هي اللي تختلف هكا بالضبط. هي هذوما اللي الوصفات هذوما نتاع البطاطا طالعين برشا ترند السنة. تعمل البطاطا تحشيها مثلا من داخل الموتزاريلا. انا اخترت باش نعمل ميني تاخت الفوم تاع التاخت اخترت باش نعمله بالبطاطا. اوكي بي في عوز نستعمل الفارينة والعظم والزبدة. دونك باش نبداو بالفوم تاع التاخت. فون دو تارت اذا كان صوتها مازال يوصلنا ولا فما مشكل ممكن في سماع صوت سندة اللي كل يوم تقدم لنا بطبيعه الحال لي روسيت هذو. سندة ما كناش نسمعوا فيك ولكن تعاود لنا كيفاش الروسيت من البدايه. باهي قلت من الاول ناخذ رطل البطاطا ونصبدو اي نحيلو البشره نتاعو. بعديك نرفسها البطاطا هذيك نزيدها 50 غرام جبن رابي ونفوح كركم فلفل اكحل وشوية معدنوس وزوز مغارف فنشاي ونلمها بيدي. بعديك نكعبرها كيما نفس الحكاية متاع التاخت. ناخو كعبورة نحطها في القالب متاع متاع التاخت ونحلها بالكيس وإلا بصبعي كيما تشوف في الفيديو. بعديك الفخس متاعنا باش يكون معدنوس باش ناخو كعب عظم مصموطة شوية جبن غابي وكعب عظم عادية محلولة. نحل لمك الفخس هذيك ونحطه في وسط الفوم تاع التاخت ونطيبه مدة 30 دقيقة على 180 درجة. وهي انتم تاع التاخت كلها بطاطا. صعيبة صعيبة كمام الرسيت شنو ما هذا صعيبة ياسر. ما فهم عبيتي يحبوا حاجات هكا. نعرف نعرف. أما أنت يا ذوما اللي فوم دو تاخت قدم وحدك؟ أي هذا خاصة شكون يشريهم لمحالة. دونك انت ما نسمحوا لكش انك انك تشريهم انك تقدهم لازم بالطبيعه هكاك. يعطينا بلا الريسيت تاع الفون دو تارت تاع الفون دو تارت العاديه. اي نعطيك بالحق خاطر فما ناس ما يحبوش يشريوها. فارينة 250 غرام فارينة 120 زبدة نذوبها رشة ملح و 80 مليلتر ماء وكل مره نزيد شويه الماء ونلم تاع العجينه نتاعنا. وهذه البات بريزي. فوالا البات بريزي اكزاكتومون اي اللي هي باش هي تكون الفون تاع لي تارت هذوما. ولا حاجه باهيه معناها تعملهم وحدك وتعرف كيفاش معمولين وتعمل جو وكيف كيفاش تخدم الحاجات هذوما الصغار اللي هما برشا ناس معناها يبداو هكا تفاصيل الكوجينه اترافير الاختصاصات هذه. باهي هذا الفون دو تارت او لي تارت لي ميني تارت بالبطاطا. شنو اخترت كديسير؟ بديسير اليوم اخترت ليبانيز. ليبانيز هي الغوسيت بتاعنا التونسية هذيك اللي يبيعوها في الشارع اللي هي طبقة سابلي طبقة معجون بشبيش وطبقة بسكوي ولوز وشوية شحوم.
دونك هذه هي الروسيت نتاع اليوم. باش نعطيك الروسيت نتاع البات سابلي. الطبقه الاولانيه 125 غرام زبده، 100 غرام سكر محور وباكو سكر فانيليا، كعب عظام، 300 غرام فارينة، ونص مغرفه خميره، خميره حلويات. ونلم البات سابلي نتاعنا وناخذ بيغيكس ونحلها البات سابلي، نقبها بالفرشاه طيب مده 10 دقائق على 180 درجه، نخرجها ناقصه طيب ماهيش طايبه كامله. بعديك ندهنها بالمعجون نتاع المشماش، دو بريفيرونس المعجون نتاع المشماش باش يعطي بنه باهيه، مش معجون حاجه اخرى. اذا كان المعجون يبدا عاقد نجمو نزيدوه زوز مغارف ماء ونحلوه. من بعد ما حطينا المعجون نحطوها على جنب باش نحضروا الكوش الثالثه اللي هي باش تكون فيها 100 غرام لوز مهروش نهرشو، و 200 غرام بشكوتو دو بريفيرونس يكون ناقص سكر، وفيه كعب عظم، لا سامحني 3 كعبات عظم. نلم البات هذيك ونحلها من فوق، ما نحطش فيها سكر، ونطيبها مده 30 دقيقه على 180 درجه. بعديك باش نجست ندهنها بشويه شحور، دو بريفيرونس يبدا شحور خفيف على الاخر، والا تنجموا تدهنوها بالعسل زيد، ونرشش منها شويه فيتيا. وكهو هذه البات دونك هذه الروسيت نتاع اليبانيز معناها حضرت. ما فيش انا ذي اليبانيز والله. هذه اليبانيز تاع عمك سالم. شكون سالم؟ عم سالم اللي بيع فيها في شو اسمه في المرسى، معروفة برشا اليبانيز. ممكن انا ما نعرف عم سالم ما نعرفش اليبانيز. عنده زيد اليبانيز في رمضان يبيعها دونك هذيا، وخذيها برشا معناها العباد وحبوا يقربوا للروسيت هذيك ويعملوها في الدار. أنتو كارت نجمو تجربوا لي روسيت نتاع سندا كل يوم اللي هي بسيطة، ولكن فما حاجات كمام هكا فيها شوية ريشيرش اللي احنا نجمو ندخل الكوجينة نجربوا حاجات كيما هكا. شكرا لك سندا، غدوة نتلقاو ان شاء الله في كل على كيفك. باسبور باسبور مع زهرة اللي كانت تشوف التليفون متاع السيد اللي باش يدخل معانا سي رائد. إذا كانت نجم تحصلت عليه جملة صباح الفل. معناها هزبين يعني ولينا بدلو ديستيناسيون يا سيمي باش نتحصل على. ما تعلمني كي تبدل ديستيناسيون. توا ديستيناسيون تبدلت. باهي اوكي. هي كانت شنو؟ كانت سلطنة عمان. اي ولات قطر. ولات قطر. قطر عندنا برشا اصحابنا في قطر. نجم نحييو برشا ناس في قطر. نحييو صديقي بديع بن جمعة في قطر، برشا توانسة في قطر. ونحييو صديقنا اللي باش يدخل معانا مباشرة من الدوحة اللي هو حسام الدين بن قيدة. حسام الدين حييوه. دونك قطر في رمضان ها؟ اي في رمضان القطريين يا سامي يحييوا العادات اللي تورثوها على جدودهم، سورتو العادات الخاصة بالماكلة. ومن أهم الأطباق الرئيسية اللي صغار ما نلقاوهاش في رمضان الهريس اللي تتعمل بالقمح ويكون معها الحم، نزيدوه السمن البلدي والقرفة، واللي هي تشبه شوية للكسكسي عنا احنا. وفما الأسماء معناتها مختلفة في قطر يسميوا بها رمضان، كيما يسميوه شهر الغبقات. والغبقة هي اسم متاع وليمة تتي ليلة النص، والغبقة متاع قبل مش كيما متاع توا. الغبقات اي، ويقصدوا بالغبقة التجمع على خاطر الشباب عندهم تجمعهم الخاص، والرجال يقعدوا قاعدتهم وحدهم ونسى كيف كيف، وكل مرة يتفاهموا عند شكون باش يفطروا كل نهار والنهارين يفطروا عند يتلموا عند شخص معين. واللي يميز الوليمة هذه اني ما نلقاوش فيها البراني باغ اكزومبل، انسان ماهوش قطري والا مش من الحومة هذيك جملة. كل حي معناتها عنده الغبقة الخاصة به يتلموا فيه كان أولاد الحي هذاك. ديسكريميناسيون. أي. دونك فوالا. والغبقة كما قلت لك هي يرجع به معناتها العادات قبل، ونلقاو الطبق الرئيسي الهريس وإلا الثريد، ومعناتها يتجنبوا العيش الروز اللي هما عام كامل معناتها ياكلوه، كيما يتجنبوا الحوت زادة، معناتها نلقاو كان الحام العدوش ما ياكلوش الحوت برشا. في قطر زيدا عندهم احتفال اسمه القرنقوه،
وهو يصير ليلة النص، وقتها يحضروا الناس رواحهم ويشريوا الحلو، ولما هي تتخيط هكا ديساك صغار تعطيهم لصغارهم باش يحطوا فيهم الحلو والفلوس اللي يفارقوهم عليهم الجيران، كيما في الإمارات كانت تفكر مع بريسك نفس العادة، صغار يقعدوا يغني وكل شيء والناس يفارقوا عليهم الحاجات اللي يحبوهم. إن شاء الله يكون معنا حسام حاضر باش يحكي لنا. حسام حاضر أنا نشوف فيه توا حسام على البريفيو. مرحبا حسام. مرحبا سامي، شحوالك؟ لاباس، ان شاء الله تو قريب نقولوا عيدك مبروك، يعني ان شاء الله تكون بصحه وجيده. ان توكا نحييوك مباشره من قطر. طقس سخونه والله، 30 اليوم سافا، كيما احنا على 32 تقريب. باه مرحبا بك. مرحبا حسام، شنو تعمل في الدنيا؟ أنا نخدم مهندس هنا في شركة بتاع فاير الارم فاير فايتنج هي ديتكسيون سوندي. مرحبا بك يا سيدي. به قداش عندك في قطر؟ طلعت 2017. دونك شوية زهرة كانت تقول لنا على العادات في رمضان، هل تشارك في العادات هذية؟ هل تمشي للحاجات اللي هي قطرية صرفة معناها؟ والله شوف، في رمضان أكثر حاجة هي تعجبني في رمضان، لأن العادات هذوكم معناها مشيت مرة في القرقعون. القرقعون اللي تم احتفال عاملينه في سوق واقف، حضرت فيه مرة. أما في رمضان أحلى حاجة اللي هي الخيمة بتاع الإفطار، اللي هي في كل حومة تلقى فما خيمة بتاع إفطار. بريسك في كل حومة تلقى خيمة مائدة إفطار. وشكون يمشي للخيام هذوما حسام؟ شكون يمشي لهم الخيام؟ الخيام شكون يمشي لهم؟ العبود الكل تمشي، الجاليات الكل تمشي معناها، فما يعني هي خيام. خلينا نوضحوا حاجه، اللي هي خيام موجوده في برشا بقايع ماهيش للناس المحتاجه كما في عديد الدول الاخرى، هي محلوله للناس الكل. محلوله للناس الكل، اي محلوله للعبود الكل، اي واحد يحب يشق الفطر ينجم يشق فيها الفطر. الخيمه اي موجوده في اي بحث، في حونتي فما في النص كناني فما بريس بزوز معناها. به انت من سوسة ولا من مستير؟ من سوسة. مرحبا بك. باهي دونك هل العادات هذه تراها مختلفة على حاجات ما عشتهاش قبل؟ وي رمضان، رمضان لنا مش كيما في تونس معناها، تقراوها على الاخر في برشا حوايج. شنو يميزوا مثلا؟ رمضان لنا اكثر حاجة معناها لنا تعجبني اللي هي الصلوات، لنا صلاة التراويح وصلاة التهجد اللي لنا في قطر معناها حاجه اخرى على الاخر معني، مش تحسها حاجه ديفيرو على الاخر برابور تونس. وفما الدوره في سوق واقع بعد شغل فطر واحد معناها، فما جو خاص انه مش كما جو مثلا جو بتاع تونس بتاع كل قبل شغل فطر كل تخرج تعمل دوره في المرشي هو موجود على طول الوقت بتاع الافطار وبعده في قطر هكا. في قطر فما بعد الافطار معناها، الجو الكل بعد الافطار معناها في رمضان بعد صلاه التراويح. باهي يعني طبيعة مختلفة لشهر رمضان في كل البلدان العربية، كل بلاد وفيها طبيعة معينة. حاجة بالنسبة لنا هي مواد الإفطار اللي يعملوها معنا، ما شفتها في حتى بلاصة يعني. مشيت في فما رمضان مرة عديت منه برتين شوية في تركيا، ومرة رمضان عديت منه في المغرب يعني في تونس. مش موجود مش كما في قطر. أنت تمشي للموائد هذه ساعات؟ والله مره بركه مشيت صراحه، ما خاطر كنا نتلموا مع الاولاد نطيبوا، فهمت، في الدار نتلموا مع بعضنا ماكلة تونسيه وكل شيء، الاكثريه ناكلوا مع بعضنا. تفضل انك تكون مع التوانسه باش تاكل ماكله تونسيه، وهذيك الامبيونس هذيك معناها تطيب معاهم وتتعشى معاهم. حتى كان ما نطيبوش رستوران تونسي لنا معناها، ما شاء الله رستورانات التوانسه في الدوحه ما شاء الله معناها اكثر من 45 رستوران في الدوحه تونس. اي سميها سميها حاجه هايله هذه. ان توكا هذا يعني ترقى لرستوران تونسه موجودين برشا في قطر بيان سور. بعد شقل فتر موجودين زاده معناها، وانت تمشي تلقاها
عبارة في تونس معناها قطر بصراحة ما تحسش برشا بالغربة في رمضان. هو الحاجة في تونس اي الحاجة القوية في تويسة انه ما بون مش في تويسة بركة اكيد في الجاليات اللي تعيش معناها في بلدان مختلفة في العالم انه تحاول ان تخلق الجو متاع بلادها في 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 البلد اللي تعيش فيه مهما كان البلد ترقى تويسة يجتمعوا مع بعضهم يطيبوا مع بعضهم ياكلوا مع بعضهم يحافظوا على العادات بتاعهم في القهوة في الليل يعني هذا الكل النوستالجية ذيك تهزهم لتونس معناها حتى لو كانوا يعيشوا برا وبعيد صرتوا في قطر خاطر العباد قراب لبعضهم معناها البلايص قراب لبعضهم قراب لبعضهم مش كيما معناها بعد شي قال فترة تضرب التليفونات وهم يتلموا العباد الكل في القهوة فهمت في تلقى العباد الكل تلمت في القهوة شكرا ليك شكرا ميرسي حسام شكرا ليك ان شاء الله عيدك مبروك وشكرا ليك على المعلومات هذيا وبطبيعه الحال على الاجواء نتاع رمضان في قطر سورتو توينس اللي في قطر اللي هما يعني جاليه كمان محترمه العدد وموجوده وراو هكا ساعات حتى في المناسبات الرياضيه وغيره في كوب دي موند تشوف توينس والامبيونس نتاعهم معناها الخاصه جدا شكرا كان هذا حسام اللي حدثنا من قطر شكرا لك زهرة بدلت الديستيناسيون ولكن لقفتها في آخر وقت في باسبور يلا بعد باسبور حال حرب في مونتاج صون يتم بعد الباسبور هذه خضرة حرب في حال حرب سعندي سؤال ليك قبل ما تبدأ حال حرب هل انت يعني ذرت لي تشجع على الرجل اللي ما يعاونش في الكوجينة؟ تجني شبهات اللي تعمل لي فيهم يا سؤال جميل انا نحكم من خلال الروبورتاج اللي عملته انا انساني اللي انا في استوديو معاك انا نشوف روبورتاج قلت لك المرأة التونسية تحب تكون تدل رجلها تنجم تدل رجلها وينجم هو اللي يعاونها اي ما قلتش ليه انا مشيت حسب تيمونياج اللي عملته حسب العبيد اللي سالتهم اغلبيه الرجال وهما بفهمهم صرحوا انهم ما يعاونوش فما نسي قالوا لك احنا نحبوا رجالنا قاعدين مستكوزين احنا بدنا نرجلوا كل شيء انا ما قريتش صحافه ولكني قريت اقتصاد في الاقتصاد نقراو اون ماتير اسمها ستاتستيك على عامين ونتعمقوا في الجزئيات اكثر حاجه باش تعمل لي سونداج مهمه انه يكون لي شانتيون تاعك ريبريزونتاتيف اش معناها معناها لي شانتيون يكون ممثل عن الفكره يعني انت كي تمشي الجهه معينه وتختار ناس معينين لي شانتيون ماهوش باش يكونوا ريبريزونتاتيف فهمتني فهمتك اي وين ولهنا انا خذيت اربعة ولا خمسة في ايد ليه مش نوب عليك ايجا نقولك ايجا نفركوا الرمانة مشيت مسار اخر مشيت ليه ليه باجتو عليش مسار اخر انا اسكو مشيت لعبيد نعرفهم مشيت لعبيد قلت لهم قولوا هكا هما انا خذيت خمسة في ايد مختلفة ما تبين نسي ورجال خذيت الرأي والرأي الاخر والكل قالوا لك نفس الشيء لا فما شكون قال نعاون فما شكون قال نعاون انا سمعت المواطن اللي قال لك انا شيف كوجي ونحب نطيب اما نحب ناكل من يديه مرتي شو محليها اي وي وي بس الله 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 يا خويا اسمعني اللي يحب قال شي الاخر هي مش معاونه هي ثقافه باهيه هي مش معاونه السؤال هو معاونه صحيح بارتاج معاونه انا مشيت خاطر بالتراديسيون التونسيه معناتها العربيه واللي احنا فيها هي بصراحه يعني ننساوها شويه على خاطر احنا بون احنا يعني عامه في المجتمع تاعنا خاطر الكل شبوا لبعضنا المجتمع تاعنا كان قبل مثلا يمشي البنيه قوم حط الطاوله قوم قص عشان على خاطر قبل كان الراجل يخدم بك هاو الطفله ما تخدم الراجل يخدم اليوم زاد قبل قبل كانت المراه شاده الدار وحمله حتى على في العائله البنيه مثلا تقرا وخوها يقرا ويروحوا في نفس الوقت لا قبل نحكي لك يعيطوا لها اللي هي باش تقص الصلاه وباش تحط كل هذيك سامحني وقوم لم بيت خوك وقوم اغسل دبش خوك وقوم حط امين قال لك باش تتعلم هو زاد يتعلم حاجه باهيه معناها يلا اي والله ندي لي بارون الكل ما تعلموش صغاركم التفرقه خاطروا لي بارون هما اللي يزرعوا التفرقه في خاطرهم كي يجيبوا ذكر عندهم حاجه كبيره هذا يكون ترقى ترقى الولد هذاك نجم بعد يقرا وباش ينجح يمشي يعيش
في مع أصحابه ولا يعيش في بلاد أخرى وغيره يرقى صعوبات. وحاجة أخرى سامي، وقت اللي يختار شريك تحيته باش يبارتاجي معاه حياته وهو تربى هكاك يتعب بنت الناس معاه ووصلوا بعد المشاكل ينجر يعني عنها بعد رأي ذلك. رأي صحيح في الأخر. لا لا رأيك صحيح، أنا هاي. راني هاني قلت لك وانت معايا ديما نقولوا احنا نمشيو بالقراءة الساخرة، حتى الميكرو نتاعنا نتاع رمضان حتى ذايا ساخر، حتى ذايا ساخر ساخن وساخر ساخر به ذايا ساعة ساخن جدا. العنوان اسلحة التعليم سينطلق باستشارة إلكترونية، احنا عنا برشا سوابق في الإلكترونيات عنا سوابق حاجة كبيرة. نجمو تزيدوا تفسرونا كيفاش هالاستشارة الإلكترونية؟ يعني باش تبعثونا مساج مثلا الصباح تقولونا بونجور بيبي كيفاش نصلحوا التعليم بربي؟ اي والعركة بين النقابة والوزارة كيفاش باش تتحل؟ إلكترونيا بالواتساب وإلا ريونيون أونليني وبعد تبلوكيو بعثكم بتويتش ويقعد الشعب التونسي يصلح بيناتكم هكا ولا سيم؟ اي ولا بالميت نجمو زيد نصلح بالزوم. والله هو بون في دول اخرى يصلحوا بالميت وبالزوم، وفما دول تناقش حاجات مهمه بالميت فرضا يا سامي بعثوا لنا صباح مساج صباحكم خير ايها المواطنون والمواطنات كيفاش نصلحوا التعليم. اغلبيه التوينسه اللي يجيهم دي مساج من عند الوزارات ولا من عند المؤسسات الحكوميه صدقني حطهم في سبام. بربي على ذكر هذا يحطهم في سبام. اي نستغل الفرصه، جاتني الفرصه اني نشوف دليل التوجيه للناس اللي باش ينجحوا في الباك وباش يمشيوا يختاروا الشعاب اللي يقراوا فيها. نداء للوزارة، دليل التوجيه كتاب ما تتمناش انك تحله، طريقة اخراجه معقدة من داخل كله نواري بلان، الشعاب مكتوبة ورا بعضها، معناها انت حتى كان جاعينك باش تلوج تقول مش لازم نخليه على جنب. يعني اليوم 2023 هاي الاستشارة الالكترونية اساسا تتعمل على ذايا اون بلاتفورم. يعني اليوم الولد ولا البنية اللي هي باش تكون معناها طالبة العام الجاي بيان سور، يعني فماش ابليكاسيونات ما فماش بلاتفورم، يعني الكتاب راهو ماذا بيا نهار نشوفوه هكا فيزيكمون معقد الكل اكحل وابيض وفيه ممكن 60 صفحه والكل ديكاز، يعني تحسوا كرفي والله. من بالحق راه نرجعوا لنفس الحكايه هذيا نتاع الاستشارات الالكترونيه، راهو الاستشارات الالكترونيه في تونس براتيكمون التونسي ايزابيها. وي موعد جديد لدراسه ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي. دوحيه مباركه، تعرفها مباركه سامي؟ اي طبعا قاعده الدوح عندها مده، القرض كنا معاملين عليه يا جماعه القضيه سيدي رمضان والعيد، توا كملنا الحوصه ودبرنا ريوسنا، كونشي نستنيو العيد الكبير، في كل الحالات رانا سلكنا امورنا وكان نويح بالطلبه لا يرحم من ميت. الاحتفاظ بصاحب مخزن أخفى كميات من الزيت والسكر ومازال بجاه ربي. حب نسأل السيد هذايا شعملنا لك باش ضريناك؟ عليه تنحي فيهم؟ لشكون باش تبيعهم؟ عليه واحد ربع شهريته إذا مش أكثر ماشية في الزيت نتاع 30 دينار، وصدقني اللي ربحته دعا شر أكثر من اللي كنت باش تربحه في بيعان المنتوجات هذه. حاجز حيوان بري محمي يباع في الأسواق الأسبوعية، في السوق الأسبوعية، مش أول مرة شفت فلاماروز أنا في الحمد لله خلطوا عليه يا سامي، الحمد لله الحيوان خلطوا عليه قبل ما يدخل الفور ولا يتيب مرمز. هي الناس مش محمية في تونس، خلي حيوان قال شنية نادر التونسي ما يكبر في عينه حتى شيء، تجيب الفلوس يعني تتبيع، مستعد يتصرف فيها، إنعم إنه الشعب التونسي العظيم. الولايات المتحدة تنهي حالة الطوارئ الصحية. صحة نوم. وأخيرا سبقنا العالم في حاجة يا أمريكا يا وخيتي، تونس والتوينسة نحاو حالة الطوارئ من هارة اللي قطعوا عليهم الفرينة والسميد وما عادش يطيبوا ليو الفريكاسي، وقتها قالوا اللي الكورونا وفات. وي شكرا لك خضرة حرب، كانت هذه حالة حرب لليوم. ميرسي. فاصل ونرجع لكم. اي اف ام احلى راديو، مرحبا بكم. يغيب علينا اليوم سي مختار الصاع في حكايه التلفزه، ولكن باش ناخذ حكايه محلاها، حكايه بطبيعه الحال كيما نرجع شويه احنا في الكوندكتور نتاعنا، ناس الخير اللي احنا كل يوم نقدموا فيه، الناس اللي تخدم من اجل غيرها وتقدم حاجات معناها دي ميساج متميزه للناس. اليوم باش نستقبلوا صديقتنا هلا ذوادي اللي هي عملت انيشيتيف ممتازه تحكي عليها هيلا توه. مرحبا هيلا.
سامي بونجور، صباح النور. شو احوالك؟ لاباس. سلام عليك مختار، وحسو ماهوش هوني اليوم يغيب، انت تاخذ بلاصتو اليوم. اليوم يغيب. يعيشك يعيشك يا سامي. هيا باش نبدا لك بالاختبار بتاع الثقافة العامة نتاعك، تحب ولا لا؟ عندي يا ولدي عليك هكا. خرجعك الاجواء راسين كاري، تحب باش؟ لا اخذ فرنسات، انتم راسين كاري. وليت موجودة في ليزيميشن كل توا. بيان سور طبعا. يعني معناها وليت ليزيميشن كل في يوم كويز، معناها في الاخر فهمت؟ سيبيان نجموا نصدروا حاجة كيما هكا. وتوها راكي تريع ليزيميشن كل. ولكن الأصل أصل. لا الأصل الأصل بيان سور. هذا أصلي والباقي تقليد. باهي مش ما نكونوش ياسر مغرورين، ولكنه هكا الفدكة وكا هو. هذاك هو. إي والكويز موجود راوية هالة في مختلف البرامج من قبل، معناها سيبا مش احنا مش احنا عملناه. ولكن كبرنامج بازي على الكويز كان راسين كاري على كل معناها نكيفو حتى برنامج نكيفو حد. هلا الذوادي اليوم نحييك على هالتظاهرة هذية، فرحة المطهر يعني بالنسبة ليك أنك تطلق هالإنيسياتيف هذية والمبادرة هذية باش أنه هالصغيرات اللي ربما محتاجين شكون هكا ياخو بيدهم ينجموا تقع لعملية الختان. نعرفوا أنه تقاليد كبيرة في العائلة التونسية في الختان في رمضان. وين وصلت الحكاية هذية أنك عملت هل فرحة المطهر؟ والله فرحة نجم الطهر صغيرات. اي حاجة فرحتني البارح قاعدة يجيني حاجة، تجيني ميساج الميسنجر عائلة كاملة من صغار اللي خذيناهم، معناها قاعد يدور على العائلة كاملة يعطيني الصحة يا للزوادي، ربي يبارك لها ربي يسترها، جيني فيديو محليهم كالصغار الكل ملبوسين بالخير. بالكبير والصغير لو يا سامي. ما شاء الله عليهم ومحليها فرحة العائلة التونسية. بمناسبة فرحة المطهر احنا خذينا كانوا 15 ولا 16 صغير. دونك غدوة الحمام والحنة. باش تعمل كل الطقوس معناها. لا كل شيء، هذاك علاش انا نقول فرحة المطهر معناها طيور بسنونه. الحنة. غد عنا الحمام والحنة صباح 8:30 نتاع صباح في العوينة. حمام الداخلية يبارك لهم ويسترهم. نهار السبت، نهار السبت الطيور الموزيكا والكاليس. في كلينيك بارد يعطيهم الصحة وشكرا لسي قوس لك شو مدير عام يديه المصحة. كيف نهار الاثنين، نهار الاثنين سهرية في الليل. فرحة المطهر بمشاركة أنس ميوزك في ناصر الدرويشي. دونك ثم برشا فنانين باش يكونوا حاضرين. روف ماهر، توسين العفريت إن شاء الله يكون حاضر معنا. حسين الدوس، نجلة تونسية، ويمكن برشا يجينا زياد غرسة يعمل لنا ساعة ليلة نتاع المطهر. إي سي بيان سي بيان. دونك سهرية مزيانة باش نعطيو فيها التبرعات، باش نعطيو فيها كادوات. يعني باش تصير تبرعات وكادوات للعائلات نتاع الوليدات هذوما. باش نعطيو للمطهر والام المطهر. فوالا اي. دونك هي عملية الختان ما تصيرش نهارتها. لا عملية الختان تصير نهار السبت. نهارة السبت. قلنا لطف المطهر نهارين يشرب عرقه. اي. ونهار الاثنين يجي للسهرية امور واضحة، كان لازم يفتح ينجم يسيخ. هيا باهي ان توكا. تعطي كيف كيف شو يجي العيد. سي بيان سي بيان. كيف كيف في السهريه ذيكا، معناها برشا كادوات نعطيهم في السهريه ذيكا، يعطيهم الصحه الناس اللي عاونت. وين باش يصير هذا يا هاني؟ وين باش يصير هذا؟ السهريه في نزل لايكو. يعطي الصحه كيف كيف المدير العام يبارك له. شكرا لهم. يعطي الصحه عطاونا القاعه بلاش، وفرونا القاعه بلاش، يعطيهم الصحه. دونك في نزل لايكو ان شاء الله نهار الاثنين صالحة المطهر برسين بتسعة وربع متاع الليل. هلا ذوادي نجم كان نحييك على حاجة كيما هكايا بطبيعة الحال وهي حاجة هايلة، وبطبيعة ان شاء الله نشوفوا ديما هكا معناها مبادرات من ناس يعني معروفة والناس ربما عندها كريديبيليتي والناس تثق فيها وتشوف انه كيفاش كان حجم التفاعل. والله سامي نقول لك حاجة، انا خفت خاطر مثلا في اكزومبل ليفينمون هذا نعملوه كنا في حنا بعد في طوفة. اي. خفت قلت يا ربي باش نمشي ندق على البيبان من غير تلفزة. خاطر قبل فما تلفزة يقول لك انا امورها واضحة، وكنت ندق البيبان بلاش تلفزة. من غير كيفاش باش تكون. صدقني التفاعل كما كان بالتلفزه.
اي بون انت بارك الله عليهم. اي انت اللي بيسير البرنامج يعقلوا ويحبوه الناس. اي الثقه نتاع العباد والكريديبيليتي يمكن نتاعين مهمه. يعني طبعا طبعا حاجه مهمه الحمد لله وكهو محلوهم الناس ربي يتفضلهم. دونك ثاني مرحبا بك انت هنا ان شاء الله. ان شاء الله تعمل ريبورتاج كامل طويل كبير على فرحة نتاعها مرحبا بك. ان شاء الله. ان توكا نحييك برشا هيله وبتبيع. شكرا لكل الناس اللي تساهم كل واحد من موقعه في نجاح التظاهرات كيما هذيا وراو الحاجات هذيا هي اللي تبقى. شكرا اخيرا ماني عايشه في ستوديو 2 ام العوينه اللي باش يجي معناها يطور لنا المانيفيستاسيون الكل. اي سي بيان حييهم. ان توكا الناس هذوما ما تسماش اي ما يتسماش اشهار ما داموا ساهموا في حاجه خيريه. اي والله ناس تعمل تركيا انسانيه كيما هكا. اي فوالا. لا لا مثالش نقولهم بيان سور. شكرا ليك هلا ذوادي بون كوراج وان شاء الله تكمل ديما هكا معناها متالقه وناجحه. شكرا زميلتنا ونبعد على البوز وتبعد على البوز. هذه كانت نصيحتي من الاول. كيفاش مشيت انت قاعده تمشي في الطيه الباهيه؟ والله من الاول صدقني في الطيه الباهيه غير اي حاجه نعملها تعمل بس حسي ثاني انا غالب. اي بابا انت عندك طريقتك كيفاش تغلف الحكايات ما تخلينيش ندخل بالتفاصيل. شكرا لك يا زواجي على كل حي وكل حي والناس الكل اللي تنجح تظاهره كيما هكايا. بيان سور هذه حاجه هايله ان توكا من الانيشيتيف هذه نتاع هيلا زواجي. خلينا نرجع شوي نذكر ببعض. حبيت نسالها على حاجه معناها تهم حتى لا ننسى باش نقولوا انه مثلا اليوم في مثل هذا اليوم كذلك مش لازم جنجل امين. ما زالت يا هيلا زلت فرما. اي طلع لي شكون السيد هذا. اي يا ربي ايش عملت في حياتي قل لي. توفي في مثل هذا اليوم 12 افريل من سنه 79 لاعب كره قدم تولد في 5 جويليه 49. هاي شكون هذا؟ لاعب كره قدم تاع مين؟ تونسي مش بالخيفه. لا مش ريدي بالخيفه. توفي 12 افريل من سنه 79. 79 ليه معناه قديم معناه قديم. هاي هو من ملحمة الأرجنتين. هاي سنيني ملحمة الأرجنتين لعب في النادي الرياضي الصفاقسي. حمد العقدي ميت تو تو مش عقيد. اوي هو محمد علي عقيد. بارك الله عليك. هو بطبيعة الحال واحد ربي يرحمه ينعمه. اي واللي حتى لتوا يا سامي انيجم الحكاية. اي معناها حتى لتوا تقعد لباسات وفات غامضة غامضة وي وربما قد تكون مكشوفه ومش من المصلحه اني هاك بديت اني تتفاعل معناها غامضه. خلينا نقولوا انه الله يرحمه واحد من اهم لي تالون تاع كره القدم في تونس وبيان سور حتى بعد عمل تجربه في العاصمه السعوديه وكان من الفريق الذهبي من فريق 78 اللي شارك في الارجنتين. بون حتى بعد معناها الحاجه هذه قاعده غامضه معناها ظروف وفاته وغيره الله يرحمه. ان توكا شكرا لكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لمتابعتنا من 9:30 بدينا حتى لل 11. شكرا لكل الفريق امين في الاخراج ياسمين في الاعداد زميلنا في الديجيتال امين ذكرني كمان ايمان في الديجيتال حييه وهديمة بيان سور ونحييه كل الصحفيين اللي موجودين معنا واللي موجودين في صباح النور كما كل يوم. هذه الميتيو مع جيهان والاخبار واخبار الرياضه وليد زريات يجيكم في العبيله. تلقاو غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. بعد شويه يجيكم وليد زريات في العبيله. إي إف إم ميتيو. عسلمة ومرحبا بكم على إي إف إم. أحلى غاديو. ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة اليوم وتوصل القصوى إلى مستوى 27 وفليفة وفلافين درجة. فترة مشمسة تتخللها سحب قليلة بأغلب الجهات. نشاط نسبي للريح قرب السواحل الشرقية وتوصل سرعتها إلى مستوى 40 كيلومتر في الساعة. البحر اليوم مضطرب شرق البلاد وقليل الافتراب بالشمال. نعم نطلع على زغوان. زغوان مدينة العيون عاصمة المياه ونسلموا
برشا لمستمعينا المزيانين الحلوين والمستمعات العصولات في الفحص والنافور وكل معتمديات ولايه زغوين الحلوه المزيانه. الشميسه زرقاء والسماء صافيه اليوم في زغوين، درجه الحراره تتراوح بين 10 و 29 درجه والريح سرعتها 4 كيلومتر في الساعه. الى نرجع لكم الساعه الجايه بحول الطقس، وقعدوا معنا ما تبعدوش، بعد شويه موعدكم مع وليد زرياد في العاب يلا. اما توا وقيت الاخبار.